راجل. ايه؟ ايه ده يا راجل؟ في ايه؟ في ايه يعني ايه؟ أنا ايه راجل ده؟ ايه منظرك ده؟ بعد عشان بيعض، بعد شوية. بيعض؟ بيعض مش بيعض. وبتعض جايبه ليه؟ نعم؟ بيعض جايبه ليه؟ حضرتك ده لما بيجوع بيشتر ويضرب جلة وبيحرق. يشتر ما يشترش جلة، دي بره مش هنا. بره بعيد من هنا. مش فهماني يا بعيد من هنا بقول لك. ما اقدرش امشيه. بقول لك بعيد من هنا. لانه بيحرم، لما بيحرم بيشتر وبيضرب جلة. ده انت زيك زيه. ازاي يا فندم؟ حيوان زيك زيه بالظبط. متشكر على كل انك هو لما يشتر بيضرب جلة. يعني ايه جلة والشرط ده؟ شرط ايه؟ مفيش شرط. يضرب لي شرط؟ مش شرط، مش يضرب لك يا ست. امال؟ يشتر ويضرب جلة. ايه هي دي؟ الجلة بتاعته هو الجمل. يعني انتوا خواجات خالص، ما بتشربوش؟ تشرب ميه دلوقتي تلاجة خلاص. طبعا من التلاجة. امال من الجلة؟ عمرك ما سمعت حد تاكل جلة؟ لا ما سمعتش حاجة. هو ده اللي حاصل. قوم من هنا. ما اقدرش يا فندم. امشي من هنا. ما اقدرش امشي. بقول لك امشي من هنا. بالراحة بالراحة حضرتك، هيعض. ما يهمنيش. هيعض. ما يهمنيش. ما هو يعض حضرتك. ما يهمنيش. ما يهمنيش. طب يا ستي انت عايزه ايه؟ ما يهمنيش. خلاص خد بقى الجبل بتاعك وامشي. عايزه ايه حضرتك؟ امشي يا راجل. هقول لحضرتك كلميني. امشي. انا الراجل بتاع الحجامه. لا مش انت، ده المساعد يا فندم. ده انت الراجل. ايوه. خد وامشي. ما اقدرش ليه يا ابني؟ امشي. انا ابنك. انت حيوان. شكرا، متشكرين. العفو. كل واحد عنده محل يشتم الناس. يشتم من وانت كل واحد يجي قدام الناس. ايه هو ده؟ هو ده الجمل. محل هنا تقعد فيه؟ ده الجمل يعتبر خير. انت عايز ايه بالظبط؟ انت عايز تعمل ايه بالظبط؟ انا مش عايز حاجه. انا مش عارفه انت بتكلم على وقت كده احسن من كده. ده مش مكان تحط فيه جمل هنا. الجمل حضرتك يشتر. يشتر ما يشترش، ده بعيد مش هنا. انت ماشي في شارع عمومي، مش في الدهيل اللي جوه. الدهيل اللي جوه. طب يضرب جله. الدهيل اللي جوه. مش يضرب جله ونمشي. ويعني ايه يضرب ولا ما يضربها في اي حته؟ ما تمشيه بقى من هنا. الناس عايزه تقعد. اوعى يا ولد. يا كمال. يعني دلوقتي حضرتك كمال مين؟ كمال بيه جوزك؟ يا ريت جوزي. يا ريت كمال بيه يجي. يا كمال فما كسكن فيه. كسكن يا لابد ان الشمو يسيب. اتفضل يا بيه. بتقول شمو بتشتمني؟ ايه يا راجل انت يا بيه؟ عيب. ايه هو ايه؟ ايه هو مدام قالت شمو؟ ايه شمو يعني؟ ايه يعني؟ اهو انا سامعها. انت فاهم يعني ايه؟ ما هو شتيمه. لا مش شتيمه. لا شتيمه لو بتفهم. مش شتيمه. طب شامو ده ايه يعني؟ انت لازم يسال بقى. هو شامو؟ لا هقعد اسال. انا اسال يعني بالظبط. يعني شامو زيي؟ اه بالظبط كده. يعني ايه شامو زيي؟ وشي جوه يا بيه. انا قلت للمدام امشي من هنا احسن. انا قلت للمدام 30 مره، قلت لها بيحرم يضرب جله ويشتر. نعم نعم. بيضرب جله يا بيه. يشتر ويضرب جله. ما بيضرب جله بقى بعيد من هنا حضرتك. ويشتر بعيد من هنا حضرتك. ما انتش فاهمني يا بيه. اسمع اللي انا بقول لك عليه. حرن. حرن وجاء وبرك. حرن. حرن وبرك يا راجل. عيب اللي انت بتقوله ده. هجوم ازاي يا بيه؟ ما انا برضو عايز افهم. هتمشي بالذوق ولا لا؟ طب يا بيه ممكن نوكله ويمشي؟ حزين. نوكله منين؟ حضرتك عندك اي زميل ليك يجيب لنا بس عرو برسيم؟ انت راجل مش مهذب. في ايه؟ واحد زميلي انا هيجيب لك برسيم؟ يعني اي حد توصيه يجيب. امشي من هنا احسن. اصل انا مش من منطقه يا بيه. امشي من هنا بقول لك. يعني هتعمل ايه يا بيه؟ انا هطلب لك البوليس. اطلب يا بيه. عموما ادي الجمل اهو ومش هنعمل. سيبه سيبه سيبه. الله يعني اسود.